أخبار اليوم. في طبعا أنا أول مرة أجي سهل حشيش، بس سهل حشيش حلوة جدا وتجنن، والشواطئ حلوة قوي، ومصر أم الدنيا في كل حاجة، جوا وبحرا وشمسا وكل حاجة يعني، وشعبا طبعا. فإحنا جايين علشان برنامج اسمه نينجا ووريرز، والبرنامج ده بيشجع الشباب إن هم يبنوا أجسادهم ويبنوا نفسياتهم ويبنوا شخصياتهم علشان يبقوا جامدين ويتحملوا المشقات والقسوات يعني لازم يكونوا شباب رياضي. فمشتركين حوالي بتاع 240 شاب. برنامج حلو قوي، في صعوبات وفي منطات وفي يغطسوا ويعملوا حاجات كتير، واللي بيكسب بياخد فلوس كتير او ما اعرفش بياخد قد ايه، بس المهم ان اللي بيكسب ليه، واللي ما بيكسبوش كمان بيبقى عندهم فرصه ان هم يدخلوا مجالات كتير قوي مشجعه جدا للشباب. الالبوم يعني خلصان تقريبا 90%، و يعني احتمال يعني احتمال ننزل في العيد يعني. ف الالبوم اسمه الفتره اللي فاتت، وبتعامل فيه بتعاون فيه مع كل الناس اللي انا بشتغل معاهم، في ناس جداد طبعا، اسامي جديده هيعرفوها طبعا قريب قوي، وان شاء الله رب يعجبكم. تاج مزيكا محسن جابر، والالبوم اليومين دول بيتمكسج والماستر والحاجات دي يعني، والبروموشن بقى الدعايه والحاجات دي. في بروفات مسرحية، مسرح الدولة، ومسرحية حلوة قوي، والورق حلو قوي، والكاتب القصة والسيناريو والحوار، واللي هيخرج كمان الأستاذ مراد منير، ده مخرج عبقري ولذيذ جدا، والورق حلو جدا، والكاست ان شاء الله قرب يكمل وشغالين. البي والبرنسيسة ناس كتير بس مش قادر اقول دلوقتي. كوميديا رومانسية غنائية كده لذيذة يعني، بقالي سنين نفسي امثل والافلام مش زبطة، فقلنا نجرب المسرح يمكن المسرح يزبط. انا بغني قدام الناس وجمهوري دايما قريب مني.